لو نظرنا إلى البنى التحتية لبغداد وباقي محافظات العراق الوسطى والجنوبية لرأينا سوءا في كل شيء. منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا معامل معطلة ومدارس مهملة، قطاع صحي متدني. هذا كله ليس بالجديد على العراقيين، إنما ما طرح من اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب هو ما أثار تساؤلات. في 200 مليار دولار صرفت منذ عام 2006 إلى عام 2014، هذا المبلغ الهائل كفيل بأن يؤسس دولة كاملة. احنا نؤكد بأن هذا الرقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي، وكذلك عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي صرحت بوجود أكثر من 8000 أو 9000، أكثر من 9000 مشروع وهمي لا وجود له على الأرض بل فقط على الأوراق. هذه المشاريع الوهمية هي اللي استنزفت خزينة العراق من 2003 لحد الآن. مواطنون طالبوا بالتدخل الأممي وبإقامة محكمة عادلة تقاضي المتورطين في إهدار هذه المبالغ الضخمة ومعرفة كيف وعلى ماذا صرفت. فأرقام مهولة كهذه لا يمكن أن تكون أمام واقع يعيشه العراقيون بهذا المستوى. احنا نطلب محاكمة دولية كل من سرق أموال الشعب من 2003 إلى حد الآن. نطالب البنك الدولي ونطالب الأمم المتحدة التدخل السريع لخدمة اقتصاد البلد. بغداد، كربلاء، بابل، ديالى الناصرية وغيرها من المحافظات التي أدرجت تحت إطار هذه المليارات التي خصصت لها، لكن الواقع إنها صرفت لغيرها. 200 مليار دولار صرفت خلال 10 سنوات فقط، لربما يكون ضعف هذا الرقم والمبلغ في السنوات التي تلتها، صرفت وأهدرت على مشاريع وهمية لا يعرف مصيرها. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.